بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب في هذا اليوم الخاص بفئة الإجزاع وبفئة جديدة في هذا اليوم ومسافة جديدة وهي 6 كيلومترات. 6 كيلومترات في هذا الصباح الخاص بأشواطها العامة. نتقدم بالتهاني والتبريكات لكل الفائزين في هذا السباق السنوي الكبير، ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق في الأيام المقبلة. مشاهدينا الأعزاء، لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن ننطلق مع أول الأسماء وأول المنطلقين في هذه اللحظات وهي الشاهينية. نذكر بأن هذا الشوط خاص بالإبكار الإجزاع و6 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط سيارة رصدت للمركز الأول. في بداية الأسماء والشاهينية في أول المنطلقات وأول المتزعمات على المركز الأول، تعود الملكية للسيد سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني وينخطف هذا المركز من شعار السيد الشاهنية لسعيد بن سيف بن جعفر بن مرخان الاكتبي، وهنا وجودي ولا على المركز الأول. يا سلام، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يقدم هذه الأسماء الجميلة في هذه اللحظات. المركز الرابع ننتقل إلى المركز الرابع، وبدورها تنتقل إلى المركز الثاني وهي تخطف المركز الأول وتعلن هذا الشوط. يا سلام، شعار سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. حرك يا بن سالم، حرك يا سليم، ال 700 متر الأخيرة. ولا مشاهدينا الأعزاء، الشاهينية قادمة، سعيد بن جعفر بن مرخان ولا لسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، لكن يبقى الناموس مع عوايد. وصلت الشاهينية، وصلت ولا محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن عوايد مشاهدينا الأعزاء. الله، ضيوفنا الأعزاء في السلطنة هناك يحققون المركز الأول، وهذه السيارة وهذا الزعفران، وسبق لها وأن فازت بأشواط وسيارات وبمراكز متقدمة. سليم بن سالم الغيلاني يستاهل الناموس. إذا في هذه اللحظات ننقل لك السلام والتحية والاحترام لمالك عوايد على هذا الفوز. بالفعل يستحق هذا الفوز سليم بن سالم الغيلاني. تهانينا لك من الأعماق. ها هي لحظة الوصول. المركز الثاني جاءت ولا للسيد محمد بن زايد المنصوري، وفي المركز الثالث الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرخان، وفي المركز الرابع الشاهينية لسلطان بن خليفة بن زاهرة، وفي المركز الخامس الشاهينية لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس للسيد سليم بن سالم الغيلاني على هذا الفوز في هذا الصباح وانتزاعه لسيارة هذا الشوط ولهذا الزعفران. هذه لحظات الإعادة ولحظات إعادة هذا الشوط. التوقيت الزمني 9:20، 89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسليم بن سالم الغيلاني. في المركز الثاني جاءت ولا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، توقيتها الزمني 9:24، 37 جزء من الثانية. جاء في المركز الثالث الشاهينية لسعيد بن جعفر بن مرخان، توقيتها الزمني 9:24:54 جزء من الثانية.